السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة كتشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، فعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابة والقفطان المغربي، وكذلك الجديد ديال الأثواب. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب، كتشجيع لنا على الاستمرار والبحث دائما عن الجديد ديال الموديلات. اليوم جبت لكم تشكيله رائعه ديال القفطان، قفطان بخدمه خفيفه وراقيه، يعني موديلات غايه في الروعه. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا قفطان مخدوم نص طوق بالطرسان او ب ترصان نص طوق منبت كذلك بالعقيق، ومع السير ديال المجدول، الحزام ديال السير، يعني خدمة خفيفة وراقية. كذلك قفطان بالثوب ديال الجوهرة مخدوم بالراندة منبتة كذلك بالعقيق، خدمة راقية ديال القفطان. وهذا كذلك قفطان بالتوب ديال الكريب، كما كتشوفوا الكول ديالو كول طايح، مخدوم بالسفيفة ديال السم ومنبت حتى هو بالعقيق. كذلك هذا قفطان بالتوب ديال الكريب مخدوم بالسفيفة عين عقدة عقاد فاسيين منبت حتى هو بالحجر. وهذا كذلك قفطان مخدوم عين وعقدة، يعني في بلاصة العقاد دايرين دوك صديفات، يعني الصداف كيتغلفوا بالثوب، الثوب ديال القفطان ومطروز من عند الكمام. هذا حتى هو نفس الموديل، يعني بالحزام ديال الثوب، يعني داكشي اللي كان شحال هذا، يعني الحزام ديال الثوب ديال القفطان. وهذا قفطان كذلك بكول باطو مخدوم بالسفيفة عين عقدة ومنبت بالحجر مهرس. كذلك قفطان بالتوب ديال الكريب مخدوم حتى هو بالعقيدات ديال التوب، يعني مغلفين بالتوب ومنبت كذلك بالعقيق. كذلك هذا قفطان مخدوم عين عقدة بالسفيفة ديال الصم والعقاد فاسيين منبت حتى هو بالعقيق. قفطان بالتوب ديال الكريب مخدوم عين عقدة او مخدوم براندة، براندة رقيقة ومطروز بالطرز ديال الليد، يعني خدمة رائعة ديال هاد القفطان. قفطان بالتوب ديال الكريب مخدوم براندة رقيقة، كذلك قفطان عين عقدة مخدوم بالتنبات والعقيدات كذلك فاسيين، خدمة راقية ديال القفطان. ذلك قفطان مخدوم عين عقدة بالسفيفة منبت بالعقيق. ما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجيع لنا على الاستمرار والبحث دائما عن الجديد ديال الموديلات.
موديلات الاستفادة والتعرف على الجديد ديال القفطان المغربي لهاد السنة هذه. كذلك قفطان بالتوب ديال الكريب مخدوم عين عقدة منبت كذلك بالحجر المهرس وبالطرز الرباطي. كذلك قفطان مخدوم عين عقدة بالصفيفة ديال الصم ومنبت بالعقيق. كذلك قفطان مخدوم بالطرز الرباطي. مخدوم كذلك براندا بلاقي براندا. كذلك قفطان مخدوم بالسيفة عين عقدة. كذلك قفطان مخدوم بزواق المعلم او بطرز ديال الكاتفيل. قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالراندا. كذلك هذا الموديل حتى هو مخدوم بصديفات من التوب كيكونوا مغلفين بالتوب ومنبت كذلك بالحجيرات. مخدوم نص طوق قفطان بالتوب ديال المبرا مخدوم بزواق المعلم او بزواق ديال الكاتفيل مخدوم عين عقدة. يعني العقاد ديالو مدوبلين منبت بالحجيرات. موديلات رائعة ديال القفطان المغربي. كذلك هذا قفطان مخدوم في صالة مخزنية ومنبت بالحجر المهرس عامر من عند تصدر ومن عند الكمام. كذلك هذا قفطان مخدوم عين عقدة بالصفيفة. يعني موديلات راقية ديال القفطان المغربي. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. الى كنتو اول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك الزر الاحمر اللي كاين اسفل الفيديو. فعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا ان شاء الله دائما بالجديد ديال الموديلات. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.